ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل 15 حالة جديدة مؤكدة إثر إجراء المخبر المرجعي بمستشفى شارنيكول بتونس العاصمة 132 تحليلا، ليبلغ العدد الجملي 75 حالة إصابة وثلاثة وفيات، وفق ما تم إعلانه خلال النقطة الإعلامية اليومية بمقر وزارة الصحة. تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة من مجموع 132 تحليل مخبري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 75 حالة مؤكدة، 54 حالة مستوردة، و31 حالة محلية. عدد الحالات التي تم إيواؤها بالمستشفيات، عندنا 7 حالات بمستشفى أريانا و3 حالات بسوسة. بالنسبة للحالات التي شفيت، كما تعرفوا فما حالة وحيدة شفيت. عدد الوفيات نحب نترحم عليهم الكل، فما سجلنا 3 وفيات، حالة في الأولى اللي سجلناها كانت بسوسة، الحالة الثانية هي في صفاقس، والحالة الثالثة كانت بأريانا. وفي قراءة للحالة الوبائية في تونس، تبقى أغلب الحالات متمركزة بأقليم تونس الكبرى باستثناء ولاية منوبة، مع تسجيل ارتفاع في عدد المصابين في ولاية تونس بـ7 حالات جديدة. أريانا 15 حالة، القيروان 2، قفصة 1، المهدية 3، تونس 22، بنزرت 2، تطاوين 5، سوسة 5، المستير 5، بن عروس 5، مدنين 3، نابل حالة واحدة، صفاقس 4، جابس حالة واحدة، قبلي حالة واحدة. وفي إطار التوقي من مزيد انتشار فيروس كورونا، تم إخضاع أكثر من 12 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي. تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 12,395 شخص للحجر الصحي الذاتي، 4,753 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و 7,642 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية. هذا وقد اتسعت قائمة الولايات التي سجلت حالات إصابة، ليصبح العدد الجملي 15 ولاية، وهي تونس وأريانا والقيروان وقفصة والمهدية وبنزرت والتطاوين وسوسة والمنسير وبن عروس ومدنين ونابل وصفاقس وقبلي وجابس.